من ضمن الأسئلة، إيه رأيكم في فودافون أيرلند وكونستريكس؟ يعني كأي شغل كول سنتر هتتعلم منه حاجات كتيرة. الأكاونت بتاع أيرلند الحقيقة هادئ بالمقارنة مع الأكاونتات الأخرى، ولكن دول يعتبروا، مع أنا آسف على اللفظ، ولكن دول بيعتبروهم دايما فلاحين إنجلترا، أدائهم، طريقتهم في الكلام وهكذا. فخلي بالك، وبيسألوا وفيهم عارفين الحتة بتاعت الفلاحين وكده. أنا فلاح على فكرة، أصولي فلاحين من الغربية، فما فيش من طنطا، من زفتة تحديدا. فدي من ضمن الحاجات اللي مش عاوز الناس انها تفكر فيها بطريقة سلبية، لا بالعكس، هتتعلم كتير. واي كول سنتر انجليش استفاد من تطويرك للغة الانجليزية، هتستفاد انك بتتعامل مع ناس نيتف او ناس بتتكلم اللغة الانجليزية بهذه الطريقة، ويجب انك تركز على هذا الموضوع، وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير. ولكن نصيحتي اللي دايما بقولها للناس، خلي بالكم يا جماعة، دايما بنقول ان الكول سنتر مش مجال افضل مستمر فيه طول عمري، ولكن لفتره مؤقته فقط الى حين ما اجد فرصه عمل في المجال بتاعي. وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير.